الجيش الإسرائيلي تمكن من الدخول إلى قلب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة في 48 ساعة الماضية. الأمر تأكد تماما من قبل صحيفة الجارديان البريطانية، وكذلك الإسرائيل ريدار كانت قد تحدثت حتى عن طبيعة القوات التي استخدمت في هذه العملية ولا زالت تستخدم حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها، بالإضافة إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد هذا الأمر وقال بأنهم في قلب خان يونس الآن وفي شوارع خان يونس، ونشر مقطعا مصورا أيضا لتحركات الجيش الإسرائيلي، وحتى وزارة الدفاع الإسرائيلية نشرت مقطعا مشابها كما تلاحظ هنا في 6 ديسمبر لطبيعة هذه التحركات، وهذه هي التحركات للجيش الإسرائيلي كما تقول وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنها تجري في شوارع مدينة خان يونس. ولكن هل هم فعلا قد وصلوا إلى قلب مدينة خان يونس؟ هذا هو الذي نحتاج معرفته اليوم طبعا من خلال تحليل الصور، ولنعرف بالضبط أين هم يتحركون من خلال هذه المقاطع التي نتحدث عنها. بالتالي نحن أمام هذه اللقطة على سبيل المثال، سنلاحظ بأن هنالك قرميد هنا وقرميد آخر هنا وقرميد في الوسط كما نلاحظ باللون الأحمر أو اللون البرتقالي في نفس الوقت، وأيضا نلاحظ بأن هنالك تقويسا في البناء هنا وسط طبعا القرميدين التي أشرنا عليها الآن، وطبعا هذا هو مبنى الذي نتحدث عنه، وبعد ذلك يأتي مبنى مرتفع بهذا الاتجاه ومبنى آخر بواجهة أخرى بزاوية مختلفة، وترى بأن هنالك قرميد آخر أيضا، وهذه هي المساحة التي يتحرك فيها الجيش الإسرائيلي والجنود الإسرائيليين طبعا واضحين في هذه المنطقة من خلال تحركاته، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك مبنى بهذا الاتجاه ومساحة أمام هذا المبنى الكبير. بالتالي إذا ما أخذنا أيضا لقطة أخرى وصورة أخرى، ألا وهي هذه الصورة التي تلاحظونها، ولنقترب من هذه المنطقة ومن هذه المباني هنا، سنلاحظ بأننا أمام قطعة أو ألواح خاصة بالطاقة الشمسية، وأيضا سنلاحظ بأن هنالك هذا المبنى بهذا التصميم الدقيق كما نلاحظ، وأيضا سنلاحظ أن هنالك تصميم آخر أو مرتفع آخر موجود بهذه النقطة، وسنلاحظ أيضا بأن هنالك مبنى آخر هنا بهذا الاتجاه أو بهذا الشكل يأتي بعد هذا المبنى الذي نراه من الزاوية، يبدو وكأنه تحت هذا المبنى الذي أشرنا عليه هنا، ولكنه في حقيقة الأمر بهذا الاتجاه. بالتالي بهذه العلامات البسيطة من خلال المعلومات الإسرائيلية والجارديان البريطانية وغيرها، ويتحدثون بأن الجيش الإسرائيلي وصل إلى قلب مدينة خان يونس ويتحركون هنا. فآخر وواحدة من آخر التحديثات للوار مابر توضح أن الجيش الإسرائيلي تقدم ووصل إلى شارع صلاح الدين. بالتالي من المفترض أن يكون الجيش الإسرائيلي يتحرك بهذا الاتجاه. هنالك 3 شوارع، شارع صلاح الدين وشارع جمال عبد الناصر وشارع السكة الذي يتجه طبعا إلى عمق خان يونس وما بين خان يونس وما بين بني سهيلة. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى صورة حية من القمر الصناعي، هذه هي نفس الصورة، جيش الإسرائيلي من المفترض أنه متحشد في شارع صلاح الدين. النقطة الوحيدة التي تتطابق مع الصور التي رأيناها قبل قليل هي شارع وما يأتي من نقاط في شارع جمال عبد الناصر هنا تحديدا في هذه النقطة. لنقترب من هذا الاتجاه قليلا وسنرى بأنها متطابقة مع الصورة الأولى التي رأيناها قبل قليل، وستلاحظ بأن المبنى الذي تحدثنا عنه هنا بالقرميد الأول والثاني والثالث في الوسط مع التقويسة متطابق تماما، هذا هو المبنى الذي يأتي بالجانب طبعا، وهذه هي المساحة المفتوحة، هذه مساحة أخرى، والمبنى الجانبي الذي تحدثنا عنه هذا هو طبعا المرتفع لهذا المبنى القرميد، وهذه هي الواجهة لهذا المبنى. بالتالي كل شيء يتطابق، والجيش الإسرائيلي واضح أنه كان يتحرك ومتحشدين بهذا الاتجاه ويدخلون في هذه المباني من مبنى لآخر، واضح بأنهم يطاردون الجنود والمقاتلين مقاتلي الفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة. أما بالنسبة للنقطة الأخرى والصورة الأخرى فهي ليست بالبعيدة أبدا، هي على مسافة أو فقط بالالتفاف ب 180 درجة وسنجد نفس العلامات موجودة، هذه هي ألواح الطاقة الشمسية التي كانت واضحة أمامنا، وسنلاحظ أيضا بعد ذلك المبنى الذي تحدثنا عنه بهذا التصميم الدقيق للغاية، وهذه النقطة المرتفعة، وهذا هو المبنى الآخر الذي تحدثنا عنه وقلنا بأنه الأقرب. وبالتالي الجنود الإسرائيليين كانوا يتحركون بهذا
هذا الاتجاه، وهذا يتطابق تماما مع الصور التي تحدثنا عنها. إذن يا ترى بأي نقطة قد وصل الجيش الإسرائيلي من خلال المقاطع التي رأيناها والتي نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية؟ بالتوقف هنا طبعا بهذا الاتجاه وبهذه النقطة لتوضيح ما جرى. الجيش الإسرائيلي كما تحدثنا بحسب الوور مابر وصل إلى شارع صلاح الدين وقطعه بهذا الشكل، عزل دير البرح عن مدينة خان يونس. التقدم الذي تحدثنا عنه هو يأتي بهذا الشكل بشارع جمال عبد الناصر، ووصلت طبعا القوات الإسرائيلية هنا بالضبط بهذه النقطة التي تحدثنا عنها. وهذا يفسر تماما لماذا الجيش الإسرائيلي قام باستهداف أبراج حمد السكنية بشكل عنيف، لأنها أبراج ومباني مرتفعة وتمكن طبعا القناصين للفصائل الفلسطينية من استهداف هذا التقدم الإسرائيلي في حالة تم بهذا الشكل. بالتالي دمروا هذه النقاط المرتفعة، حرموا الفصائل الفلسطينية من استخدام هذه المباني، وبدأوا بالتقدم بكل أريحية في هذه المباني التي نتحدث عنها وفي هذه الشوارع. وهذا طبعا التحرك تحدثت الوور مابر بآخر تحديث اليوم، حدثت الخارطة الخاصة بها، أوضحت في حقيقة الأمر أن التقدم الإسرائيلي هو أكبر بكثير مما حددناه الآن. وأوضحت الوور مابر أن التقدم قد جاء حتى ووصل الجيش الإسرائيلي حتى هذا التقاطع الذي ترونه أمامكم، والذي يرتبط بطريق يؤدي بشكل مباشر إلى نقطة استراتيجية مهمة، ألا وهي السجن وسجن أصداء المركزي، السجن الذي ظهرت فيه الفصائل الفلسطينية أثناء الهدنة الإنسانية وهي تسلم الأسرى الإسرائيليين أو من الجنسيات الأخرى طبعا الجانب للصليب الأحمر من أجل إطلاق سراحهم وتبادل الأسرى. بالتالي الجيش الإسرائيلي أيضا ظهر بحسب الوور مابر بأنه قد تقدم أيضا بهذه الشوارع وبهذه المنطقة في هدف واضح للجيش الإسرائيلي بأن الخطة القادمة والخطوة القادمة هي الوصول إلى هذا السجن ومحاولة إخلاء المزيد من الأسرى طبعا، وكذلك السيطرة على الأنفاق المحتملة التي من الممكن أن تكون داخل أو تحت هذا السجن بكل تأكيد. والجيش الإسرائيلي هنا يهدف إلى العديد من النقاط طبعا للسيطرة عليها. يجب أن نتذكر بأن الفصائل الفلسطينية لا زالت تسيطر على كل هذه المناطق، حتى على بني سهيلة، على خان يونس. وتحدثت الفصائل الفلسطينية اليوم بأنها تمكنت باستخدام أسلحة الهاون الخاصة بها بضرب القوات الإسرائيلية التي تتقدم في شرق خان يونس، وتمكنت من حرق كذلك مدرعة وأيضا جرافة خاصة بالجيش الإسرائيلي. وبالتالي هنالك اشتباكات وهنالك مقاومة من الفصائل الفلسطينية في حقيقة الأمر، ولكن الطرق معبدة للجيش الإسرائيلي للتقدم، والوضع أصبح خطيرا جدا على الفصائل الفلسطينية. لماذا؟ لأن هذا الطريق الذي نتحدث عنه، ألا وهو طريق جمال عبد الناصر، هو يؤدي إلى عمق خان يونس بشكل خطير للوصول إلى هذه النقطة التي ترونها، وإلى تقاطع طرق مهم للغاية بهذا الاتجاه. وأيضا أن هنالك شارع السكة الذي من الممكن للجيش الإسرائيلي أن يستغله بهذا الاتجاه، وهذا الشارع طبعا هو يؤدي إلى بلدية خان يونس. بلدية خان يونس تأتي هنا في هذه المنطقة، ويأتي متنزه خان يونس أيضا بجانب بها. وبالتالي الجيش الإسرائيلي قادر على استغلال هذا الأمر والتقدم عبر هذا الطريق، طريق السكة أو شارع السكة، للوصول أيضا إلى هذا الدوار، ألا وهو دوار حميد، للسيطرة عليه. ويجب أن لا ننسى شارع صلاح الدين، هذا هو شارع صلاح الدين بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي من الممكن أن يستغله تماما، وأن يصل أيضا إلى دوار بني سهيلة. وإن ما قاموا بهذه الحركة، وهم واضح جدا من طبيعة تحركهم يتجهون بهذا الاتجاه، سيقومون بعزل الفصائل الفلسطينية الموجودة في خان يونس عن الفصائل الفلسطينية الموجودة في بني سهيلة، بالتالي تقطيع أوصال الفصائل مرة أخرى، وكذلك منعها من الاستفادة من العمق اللوجستي والجغرافي الذي تتمتع به، وبالتالي شيئا فشيئا تضعف وتحاصر من جميع الجهات. والوضع بالنسبة لبني سهيل الآن أصبح خطيرا للغاية. تحديث الوور مابر الذي تحدثنا عنه الآن هو قد جاء اليوم بهذا الشكل الذي ترونه هنا في 7 ديسمبر، والصورة كانت قبل بهذا الشكل، واليوم جاءت الخارطة بهذه الطريقة كما شرحناها لكم. وبالتالي بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لاحظ أنه لم يتقدم بهذا الاتجاه فقط، وإنما هو قد تقدم أيضا
باتجاه بني سهيلة، وقد سيطروا على عبسان أيضا، عبسان الكبيرة قد سيطروا عليها بهذا الشكل. بالتالي الأمور واضح جدا أن الجيش الإسرائيلي يريد ويبحث عن تلاقي القوات القادمة من هذا الاتجاه من الجنوب، والقوات القادمة طبعا من الشرق، من أجل السيطرة على هذه المنطقة بأكملها. وطبيعة القوات التي تستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي هي طبعا الفرقة 98، وكذلك قوات الكوماندوز والسبيشال فورسز أو القوات الخاصة الإسرائيلية، من طبعا المتخصصة في الأمور الأخرى. والهدف الأساسي بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو استهداف قادة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل واضح بأنهم تمكنوا من السيطرة ومحاصرة منزل يحيى السنوار. بالحقيقة وصلوا إلى نقطة قالوا بأنهم سيطروا على منزل يحيى السنوار، وبأن يحيى السنوار الآن طبعا لم يكن متواجدا في منزله بطبيعة الحال، ولكن يقول الجانب الإسرائيلي بأنه متواجد في أنفاق خان يونس، ولهذا السبب هم يستخدمون السبيشال فورسز القوات الخاصة أو قوات الكوماندوز من أجل محاولة إلقاء القبض عليه وإلقاء القبض على عدد من قوات وقادة حركة حماس، مع التذكير بأن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام منذ 23 نوفمبر حتى يومنا هذا لم يظهر ولا بكلمة واحدة. وبالتالي الأمور شيئا فشيئا تصعب على الفصائل الفلسطينية، وجيش الإسرائيلي لم يعد يضيع وقتا أبدا، بل إنه بدأ بالعمل من أجل السيطرة أيضا على شمال قطاع غزة بتكتيك سريع تحدثت عنه مؤخرا طبعا الوول ستريت جورنال بهذه الطريقة التي ترونها، وتحدثت ببساطة أن هنالك رغبة في إغراق الأنفاق الخاصة بحركة حماس هنا في شمال القطاع. التفاصيل مرتبطة ببساطة بأن الجيش الإسرائيلي قام بتنصيب أو نصب 5 مضخات للمياه في مخيم الشاطئ الذي ترونه أمامكم، والهدف الأساسي كما هو واضح هو إغراق الأنفاق بالكامل بآلاف الأمتار أو الأمتار المكعبة طبعا من المياه لهذه الأنفاق الموجودة في هذه المنطقة. وذلك لسبب مهم، لأن الجيش الإسرائيلي فشل تماما رغم كل الضربات والحرب والقنابل التي استخدموها والضربات الجوية، فشلوا تماما من تدمير هذه الأنفاق. الأنفاق صلبة عميقة للغاية ومصممة بشكل دقيق من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وبأنهم لا زالوا يعرفون تماما بأن الفصائل الفلسطينية لا زالت تحت هذه الأنفاق موجودة وتقوم بمناورات دفاعية كبيرة وتستنزف بالقوات الإسرائيلية بشكل كبير. وكذلك إن القادة على ما يبدو حتى هذه اللحظة، وإن كان هنالك تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل عدد من القادة للفصائل الفلسطينية في شمال قطاع غزة، إلا أن لا زالت هنالك قيادة ولا زال هنالك عتادا. وعلى هذا الأساس هم قد قاموا بتنصيب هذه المضخات للمياه، 5 مضخات كما تحدثنا، وبدأوا فعلا بضخ المياه في داخل هذه الأنفاق، وذلك من أجل قتل المزيد من الجنود من الفصائل الفلسطينية أو جميعهم تماما، وكذلك القادة، وحتى تدمير سلاحهم بالكامل. ولكن هنالك مشكلة حقيقية أخرى، الأسرى. نعم الأسرى، لا زال هنالك قلق على حياة الأسرى الذين طبعا لا زالوا متواجدين في شمال قطاع غزة كما تتحدث التقارير، وكذلك ما تبقى من البنية التحتية في شمال قطاع غزة، ألا وهي البنية التحتية الخاصة بالمياه العذبة تحديدا، ستنتهي. وبالتالي أسباب الحياة في شمال قطاع غزة ستنتهي. وهنا السؤال، متى سيعود المدنيون وإن انتهت هذه الحرب وسيطرت إسرائيل، إن كانت هذه الأساليب هي المتبعة بالنسبة للجانب الإسرائيلي؟ لكن يجب أن لا ننسى الجانب الإسرائيلي أيضا لا يريد خسارة المزيد من الجنود والدخول بهذه الأنفاق والمخاطرة بها، ممكن أن تكون مفخخة، ممكن أن تكون الفصائل الفلسطينية لديها تكتيكات إسرائيل ليست مطلعة عليها، وبالتالي مزيد من الخسائر، وهذا آخر ما تريده إسرائيل. وكانت هنالك لقطات مصورة لهذه المضخات وهي تضخ المياه في مخيم الشاطئ كما تلاحظون، بهذه الطريقة تم تداولها بين الأوساط العبرية أو الأوساط الإسرائيلية بهذا الشكل. هذا هو البحر المتوسط وهذه هي المضخات وهي تضخ هذه المياه. وبالتالي بشكل عام الجيش الإسرائيلي هنا ببساطة يريد إنهاء السيطرة كما نتحدث الآن على خان يونس من خلال هذا التقدم، والتقدم طبعا إلى شواطئ البحر
البحر المتوسط، وكذلك أيضا إنهاء السيطرة بإغراق الأنفاق واستنزاف هذه المنطقة، وطبعا أخذها بالكامل هذه المنطقة، نتحدث عن مدينة غزة. والواضح أيضا من الجيش الإسرائيلي بأنه يبحث من خلال تقدم بهذا الاتجاه بشارع صلاح الدين خلف الخطوط للفصائل الفلسطينية في وادي السلقة، هنا يبحثون أيضا عن الإطباق بعد ذلك على مخيم النصيرات أو حتى مخيم البريج ودير البلح بشكل عام للسيطرة عليه بالتمام والكمال. وبالتالي يبدو أن الطريق للجانب الإسرائيلي هو بهذا الشكل للسيطرة على ما يقارب الأكثر من 85%، قد تصل إلى 90%، ودفع طبعا الفصائل الفلسطينية وإبقائها في مدينة رفح هنا في آخر معاقلها. وهنا سندخل في مشاكل طبعا مع جمهورية مصر العربية، وقد نرى أيضا ضغطا دوليا كبيرا من أن هذا الأمر قد يتطور بالشكل الذي لا يعجب طبعا أحدا أبدا، وقد نرى انتهاكات وخسائر إنسانية خطيرة في نهاية المطاف. ولكن مع التقدم الإسرائيلي في قطاع غزة بهذا الشكل الذي نتحدث عنه، الأمور أيضا تتصاعد من الأطراف الإقليمية واللاعبين الإقليميين تجاه إسرائيل. على سبيل المثال حزب الله اللبناني تلاحظ بعد الهدنة الإنسانية هنا سيس فاير، تلاحظ كيف أنهم بدأوا يصعدون بصواريخهم من جنوب لبنان، هذا طبعا باللون الأصفر هو غربي جنوب لبنان، الصواريخ التي تأتي من غرب جنوب لبنان والصواريخ التي تأتي من شرق جنوب لبنان باللون الأخضر كيف هي تتصاعد. بالتالي التصعيد واضح من حزب الله اللبناني. وكذلك نيوزويك الأمريكية اليوم كانت قد نشرت بشكل حصري تصريحات خاصة بأحد القادة للفصائل المسلحة في العراق، قال من خلالها بأنهم يحضرون لمفاجأة للقوات الأمريكية ولإدارة بايدن. ويجب أن نتذكر بأننا أصبحنا قريبين جدا من الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، وتحديدا في 3 يناير من عام 2024. يجب أن لا ننسى هذه الذكرى التي من الممكن أن تكون سببا في تصعيد كبير اتجاه طبعا الجانب الإسرائيلي مع تقدمه في قطاع غزة، وأيضا ممكن أن نرى المزيد من جماعة الحوثي تجاه أيضا العمق الإسرائيلي. بالتالي حتى هذه اللحظة الأمور في تصعيد وتصعيد خطير للغاية.